مرحبا بكم مشاهدينا، مرحبا بكم في الموسم الرابع من برنامج رشيد. ودي ما اتفقناش عليها انك عجبني هذاك مول ميستيش، هذاك مول زوين زوين. بارك الله فيك. والله جات معك الزمارة. مرحبا بكم في رشيد شو، موسم رابع، فقرة جديدة غنعيشوا هذا العام، مواضيع جديدة غنتكلموا عليها في قلب كوميدي مع النجوم اللي غيحضروا معنا. في كل حلقة كاين فقرة جديدة، الكاميرا الخفية، كاين الميكرو تخطوار، كاين بزاف ديال الفقرات اللي هذا العام جبنا لكم فيها الجديد. وقبل ما نستقبلوا النجوم ديال حلقة اليوم، غنقترح عليكم واحد الدردشة خفيفة مع نجوم من الطراز العالي. استقبلوا معايا مصطفى وغيتا. انا اليوم بغيت نبدا بكم الحلقه، غادي تفضلوا معايا فين تجلسوا معايا النجوم ديال البرنامج ونهضر معاكم. مستعدين؟ يلا صفقوا عليهم عافاكم. تصفيقات على مصطفى وغيتا. غيتا كي دايره؟ لاباس. ما من جيتي؟ ما رشيد شو. ما ماما. ما ماما. صافا؟ اه. اش اخبارك؟ ما فيكش الخلعه ما والو؟ والو. شحال عندك من عام؟ سيزون. سيزون؟ قول لي فاش بقيتي الصباح شنو درتي اليوم؟ كنت كنتحرج. تهرجي؟ فاش كتهرجي؟ قولي بغيت نعرفها باش فطرتي اليوم. فطرت زيت العود والوصل. الله يا سلام، زيت العود والعسل. اش باش فطرتي انت؟ اليوم في الصباح كلينا كفتة. على الصباح. قولي شنو بان لكم في واحد الظاهرة ديال العنف، العنف ضد النساء، كي تجيكم هذه القضية؟ تفضلي يا أستاذة. ما عرفت. ها؟ ما عرفت. ما عرفتيش؟ أنت؟ أنا ما عرفت. العنف ضد النساء يعني شي راجل كيضرب المرأة، كيفاش كتجيكم أنتم هذه القضية هذه؟ لا، ما زويناش. برافو عليك. ويلا شفتي شي راجل كيضرب مرته؟ لا، ما زويناش. الا شفتي شي راجل كيضرب مرته في الزنقه اش ديري ليه؟ كنضربوش. وانت الا شفتي شي راجل كيضرب مرته في الزنقه؟ ما نضربوش، امشي نهرب. قول لي باباك فينا هو بالضبط دابا؟ فين كاين؟ في الدار. كيتحرج فينا. كيتحرج فينا. تحيه لباباها، تحيه له. عندك صحابك في المدرسه بزاف؟ ايه. شكون هو صاحبك العزيز عليك؟ كيتحرج عزيز علي بزاف. كاين شي واحد؟ كاين حتى شي واحد. اصلا نقول لك واحد النصيحه، ما تصرفش عليك. موضوع الحلقه ديالنا اليوم هو العنف ضد النساء. اشنو تبغيو تقولوا للناس اللي كيضربوا عيالاتهم؟ كنقولوا لهم ما خصناش نضربوا. وجمع راسك. وجمع راسك. هي وجمع راسك. هكا. انت شنو الرساله اللي تبغي تقول لهذا الراجل اللي كيضرب مرته؟ تا عمرك خاصك تضرب مراتك، ماشي بزيان عبدك الله. برافو. كتعرفي تغني؟
ما كتعرفي تشطحي؟ اه سعداتنا طلق لينا دابا عافاك شي حاجه. يلا طلق. انا اليوم حمقتيني وليت كنحمق عليك. وانتي تانا سعداتي سعداتي، شنو تبغي تقول لينا اليوم قبل ما تمشي؟ باي. الحلقه ديال اليوم غادي نستقبلوا جوج ديال النجمات مغربيات. في الاول غادي نخليكم تعرفوا على ضيفه حلقه اليوم اللي هي فنانه مثلت مجموعه من الاعمال تلفزيه وسينمائيه. نخليكم تعرفوا عليها في هذا البورتري ونتلاقاو. الضيفه ديال حلقه اليوم هي احد ابقص وجوه السينما المغربيه. الأصول ديالها من الريف. زادت في 18 يونيو 1900 والمهم هي فنانة متعددة المواهب، كدير الرقص والغناء والتمثيل وتربية المواشي والقفز والهجرة والسفر والطبخ والطاجين والموازين. ضيفتنا أخصائية في اليوغا وعندها مع ركوب الخيل وركوب الأمواج وبقى لها غير ركوب طوبيس. أول ظهور لها في السينما طلع لها الملح والسكر أو ما بغاتش تموت، ومن بعد دازت محاكمة امرأة، داكشي علاش خدات جائزة أحسن ممثلة، ومن تما بقات في المنسيون حتى تفكرناها اليوم. استقبلوا معنا أسماء الخمليشي. شكرا رشيد على هذا الاستقبال. ميرسي ميرسي البوبليك. اسماء مرحبا بك، نهار كبير هذا اللي شرفتينا في الموسم الرابع من رشيد شو. كيف جاك المحل بعدا؟ هذا الشيء غزال عندكم ماشي يقول بحال الا جالسين في الميريكان ولا واو. اسماء انت فنانه مغربيه تعرف عليك الجمهور من خلال التلفازه والسينما من خلال مجموعه من الاعمال اللي قدمتي. ولكن انت فنانه سبيسيال، علاش؟ لان بزاف الناس كيقولوا هاد تيطلقوا عليك الاسم ديال الفنانه كاميليون، انك كديري بزاف الحوايج. درتي الرقص ودرتي الغناء ودرتي التمثيل ودرتي المسرح، ياك؟ وشنو درتي اخرى عاوتاني؟ وليو بيلي مع بحال ركوب الخيل، بحال السيرف، بحال اليوغا، بحال الغنى. انت الغنى غنيتيه؟ اوا المسرح والتمثيل. خرجت اون شونسون، انا خرجت واحد الغنيه. ميرسي ميرسي. مزيان الغنى والتمثيل والمسرح والرقص وركوب الخيل بوحدك مهرجان؟ ايوا الحمد لله. هيك تبارك الله عليك. ميرسي سي رشيد. واخ تفضلي. كان في الاول كنت كنديرو باسكو كان عزيز عليا، كنلقى راحتي فيه. يعني كنا ملي كنسالي المدرسه ديالي كنمشي كنسكن في الكونسيرفاتوار. الكونسيرفاتوار دزت عليهم كاملين، درت السولفيج حيت شحال هادي باش تغني اولا باش دير ان انسترومون خصك تقرا 3 سنين ديال السولفيج. ودرنا السولفيج ولعبنا دي انسترومون ولكن ما كملناش. وتعطيت يعني. كتعرفي شي اله من الالات تعزفي عليها؟ لا لا ما دير ليا جد الامتحان، لا نسيت دابا هادشي قديم. جربوك بالدربوكه اللي بغيت. عطيني عفاك عطيني. واش تي رشيد؟ اه شنو ندير بحال هكا؟
غندير لكم حاجه سهله ما عرفتوش كيفاش غادي تخرج. المهم ما تحكموش عليا. برافو عليك. هاد الايقاع معروف ديال عيشوره. عيشوره شدي كاين غير انت باش تخرجني انا بحال هاد الحوايج. كلشي بخير الحمد لله. مرتاحه؟ مزيان الحمد لله. نبدا معاك. اولا انت كما شافوا الناس البورتري انت من ريفيه من ترقيس. زادتي 18 يونيو 1900 و حبست تماك. بعض الناس اسماء الخمليشي قالوا على انك درتي اغنيه قالوا بان اسماء الخمليشي ما عندهاش صوت وغير تطفلات على هذا الميدان هذا. شنو الجواب ديالك؟ انا ما كنقولش بانني انا مغنيه ولكن كاينين ممثلين بزاف في العالم وانتم كتعرفوهم بحال بريجيت باردو اللي داروا اغنيه ولا جوج ولا ثلاثه يعني كيكون هذا من المسير لا كارير ديالهم يعني حاجه طبيعيه. والحلق انا ماشي ما كان انا شي با داكور معاك ما عنديش حلق. عندي واحد 60 ديال الحلق والناس اللي خدمت معاهم بروفيسيونيل قالوا لي عندك واحد الحلق حنون فوالا في ديال الغناء يعني الواحد منين فوالا الوغ سي. انا بالنسبه ليا تجربه كنديرها ماشي باش نكون مغنيه بممثله. درت واحد لا شونسون وصافي واحد الاغنيه سميتها الدار البيضاء كازا بلانكا. نسمعوا مقطع من الاغنيه ديالك. افيك بليزير. انا بايض عليك فكر فيك قلبي راه اشتاق ليك. اسماء الخمليشي احنا في الجديد في هذا العام في الموسم هو اننا بغينا نناقشوا مواضيع كتهم لا سوسيتي كتهم المجتمع. ومن بين المواضيع اللي غنناقشوها اليوم واللي غنشوفوا فيها فقرات بحال الكاميرا الخفيه بحال الميكرو خطوه موضوع ديال العنف ضد النساء. انت شنو رايك في الظاهره هذه اللي كنشوفوها للاسف متفشيه في المجتمع ديالنا؟ ماشي في المجتمع ديالنا في العالم كامل حتى في اوروبا كاين حتى في امريكا. غير في اوروبا اقل شويه. لا كاين لان كاين قوانين صارمه تما. وي قوانين صارمه. وبيان سور انا ضد العنف بصفه عامه لان اليوغا وداك الشيء ضد العنف واكثر العنف سي با موا. لا ولكن اللي كيجبدني راه كنخرج العينين راه كنعرف راني مغربيه. ولكن دائما بواحد الاحترام بواحد ليدوكاسيون. واش اسماء الخمليشي عمرها تعرضت للتعنيف؟ عمر شي حد مد عليك يديه بصراحه؟ نعرفك صريحه. اللي حط عليا يديه مشى فيها. كان ديجا مشى في لا بيان سور اون فوا كوم سا مشى فيها ديجا. انا عندي واحد ونشيتي يلا نقول لك السي رشيد الحمد لله انا شاده تقاري والحمد لله الناس كيحترموني. انت الى مثلا كنتي غاده في الشارع ولقيتي شي راجل كيعنف مرته كيضربها نقدر نغوت نقدر نقول لهم هادشي ما مزيانش ولا ما نقدرش دخلي زعما
ندخل ما هاديش ندخل يعني لا انا راني سبورتيف راه يمكن لي سميت ولكن نبغي ندخل بخيط ابيض اياه لا سبورتيف زعما يعني عندي لا كونديسيون ولكن ما كنستعملهاش خديت دي كور دو سميتو هذوك سيلف ديفونس باغ اكزومبل يعني تدخلي الا شفتي شي واحد كي وي الا شفت الظلم وشفت شي واحد تكرفس على شي وحده ويتبقى فيا حنا اسماء بغينا ناخذوا راي ديال الشارع في هذا الموضوع ديال العنف وطرحنا اليوم سؤال قلنا اليوم الا شفتوا شي امراه كتعنف قدامكم كيفاش غادي تصرفوا في هذاك الموقف نشوفوا الاراء ديال الناس في هذا الميكرو تروتوار ونرجعوا قضية العنف ضد المرأة شي حاجة اللي متجاوزة قضية كتب لي أنا دير باسك الدين الإسلام تاعنا ما كانش اللي يتعدى على المرأة ما خاصش هادشي يكون سي نورمال هضر معاه أنا ما هضرش معاه هضر ما قدرلوش جسدي هضر معاه كلاميا غندخل نقول ليه لا حشومة ولا تجوجتي تلخمرتك ولا تخليها تسلخك لا مصلحة مصلحة أنا راه والله ويطيع معايا شوية عند النيفو ما نعقلش قلب بغيتك تنقط ليا على 10 نسبة ديال معاملة الرجل للمرأة في المغرب يعني بالنسبة للمرأة أنا اللي أعطيناها ما تنعودوش برافو 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 أسمع شتي معنا الروبورتاج دونك الناس كلها ورأيه الناس أغلبية ضد العنف ضد النساء ولكن قبل أسمع بغيت نرجع معك لواحد القضية هضرتي عليها الطفولة ديالك قلتي بأن في واحد التصريح واحد الأرتيكل دو بريس قلتي بأن الخجل ظل يرافقني منذ الصغر والحمد لله الفن أنقذني منه يعني كنت كتحشمي ما بقيتيش كتحشمي وانت كتحشم شويه ايوا انت اللي ما كتحشمش اش من الحشمه اللي مشات الخجل هي لاتيميديتي ماشي هي ما كتحشمش و سي فري كو بصح بان الفن عاوني المسرح او الموسيقى او البالي كيعاون الدراري الصغار باش يكون عندهم واحد الثقه باش يكونوا يقدروا يهضروا مع الناس تفضلي هذا شاهد يكون مستعنا اسمح لي شي واحد كي الو الو رشيد شو عندي واحد سؤال اسمع قلتي في واحد صريح ان الخجل رافقني منذ الصغر والحمد لله الفن انقذني انا شفت واحد الفيلم الخجل ولم يرافقك الممثل راه خصو يتقمص الشخصيه هذا مهنه وكناخذوا عليها دروس وكنتعلموا علينا الا ما كناش نتقمصوا الشخصيه ما خص ما يمكنناش نديروا التمثيل والحمد لله درت ادوار زوينين وفي المستوى وما كان حتى شي واحد اللي كريتيكا ولا قال لي ما كتحشميش الحمد لله نرجعوا لهاد القضيه ديال الادوار ديالك اللي قدمتيهم في مسارك الفني ولكن قبل غادي تحضر معنا اليوم واحد الضيفة عزيزة على المغاربة عزيزة على الصغير والكبير فنانة اللي قدمت الفن الكثير مثلت في السينما في المسرح وفي التلفزيون العطاء ديالها فات 30 سنة نطلب منكم درتي أدير مفاجأة هي ضيفة اشتغلتي معها في أول عمل سينمائي قدمتي وعندك معها واحد المشروع القناة الثانية فنانة مغربية محبوبة كيبغيها الكبير والصغير تعرفات بلقب فليفلة تصفيقات حارة الفنانة زهور سليماني
شكرا. لاله زهور مرحبا بك. شكرا رشيد. نهار كبير هذا. الله يكبر بك. شكرا للجمهور اللي حاضر معنا. شكرا شكرا على حفاوه الاستقبال. شكرا للطاقم التقني. شكرا للموسيقيين. شكرا لدوزان. تبارك الله عليك لاله زهور. قالوا لي شي حاجه منك سي داخله ما عجبكش. اشنا اللي ما عجبنيش؟ شي حاجه منك سي داخله. لا والو عطانكتي حيت على قبل الميكرو كيدير لهم الصداع. هذا ما كان. ها هي في يديا باش يعرفوني راه عندي جوج ما عنديش واحده. هذا ما كان. زهور سليماني انت تبارك الله فنانه مغربيه. شكرا. معروفه عند الكبير والصغير. شكرا. اكثر من 30 سنه من العطاء ما بين المسرح والتلفزيون. شحال؟ عاد شويه 46. 46 46 عام ولا 46 العطاء؟ المهم فيها شي حاجه 46. 46 في الميدان تبارك الله. وما تسولاش عفاك عليها الله. وياك تسولني. لا راه 46 هي بدات المسار على عامين دونك تقريبا. بحال هكا تقريبا. لالا زهور سليماني تعرفتي عند جمهور كامل ولصقات فيك الاسم ديال واحد الشخصيه اديتيها اللي هي شخصيه فليفله. اي واش بصح فليفله لالا زهور؟ وا فليفله في في الخدمه وفي الحياه العاديه. لا لا فليفله حاره ولا فليفله حلوه؟ لا لا حلوه 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 حلوه. ما عرفتش سقسي اسماء خدمت انا وياها بزاف. سقسيها ما عرفتش. اسماء اشتغلتي مع لالا زهور سليماني في اول عمل السينما اللي هو فيها الملحه والسكر وما بغاش تموت. لا اللي قبل من الملحه والسكر اللي كان حيي الاخ والصديق قصه ورده. لا حكيم النوري اللي كان قبل من 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 الملح والسكر كان خير وسلام حسن العلوي الله يذكره بخير. ايه وخدمنا انا وياك فيه. واو دابا عاد بديتوا تجمعوا. يا مسكينه لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله. ايه يا اختي الله لله احياني اختي على الوقت وصافي. شكرا. شوف راه سليماني راه شد فينا من قبيله وكيقول لنا شحال عندكم في العمر ديالك. لا لا هادشي هي اول مسرحيه قدمتها لالا زهور سليماني كانت سنه 1971 كان سميتها جدار الخوف ياك ولا لا؟ نعم. وكنتي خديتي فيها واحد الكاشي شحال تقريبا؟ شي 4000 ريال جو بونس. لا 2000 ريال. 2000 ريال. ولكن كانت واحد 2000 ريال كبيره راه كتبقى تشري وداك الشيء كيشيط لك الفلوس مازال ديال شي سيمانه اخرى. كانت فيها البركه. كانت فيها البركه ماشي بحال دابا. لالا زهور حنا اليوم كنهضروا على الموضوع ديال العنف ضد النساء. شنو رايك انت في هذه الظاهره هذه ديال العنف؟ لا لا انا ضد العنف صراحه. لا للعيالات ولا للاطفال. انا ضد هذا والعنف ضد الرجال وتا هو. لا هو ماشي غير العيالات والرجال. ايه لا ما يمكنش. واش عمرك تعرضتي لهذه القضيه؟ لا ابدا. جامي ابدا. والله ما يقدروا وحق الله. لا ابدا وما يقدروش اصلا. ما نعرف سول بنت ولدي راه هي ما عاد تقول لك واش انا. هي تحيه لها وسام. لا اسماء كتعرفي بانه كما ذكرنا قبل في البرنامج بانها كتريني لي زغمارسيو وغادي نشوف واحد اللقطه دابا من واحد الفيلم ديالها. دونك هذه انا عارفه كدير داك الشيء ديالها. كان عارف داك الشيء ديالها. ديالها عارفه كدير داك الشيء ديالها حتى هو. ها هي عليها. اي هاي على لالا اسماء. لالا سليماني كتعرفني من شحال. يلا نشوف واحد المقطع صغير. هذه ما شتيهاش. هذه هاد المقطع ما شتيهاش. شوفوا هذا هو الفيلم اللي ما كتبش ليا انني نشارك معاها فيه. المراه مزيان تكون كتريني مثلا؟ اه مزيان. كترين شي رياضه لالا زهور؟ لا وتقول ابدا ونكذب. برافو عليك. لا انا كندير لا مارش حيت ما يمكنش ليا ندير الرياضه لان عندي كلوه وحده اولا. بعد العمليه امبوسيبل ندير الرياضه. كندير لا مارش. الماكله كتهلا شويه في صحتك من خدمه الماكله. الحمد لله. حيت اسماء عندها واحد النظام غذائي غريب. سمعت بانها ما كتاكليش السكر ياك؟ لا. وما كتاكليش اللحم؟ لا. والفريت والليدام والفرينه عايشه بالسيروم.
هي عايشه بهبيبه وحبيبه وغربيبه في السطح. لالا زهور، شحال من عمل شاركتي قدمتيه من بداياتك الاولين حتى لدابا تقريبا؟ حيت حنا هينا ما نحسبهم، ما قدرناش. ما قدرتش حتى انا نحسبهم. شحال تقريبا؟ شحال؟ ما نقدرش نعرف. اكثر من 30 عمل؟ اكثر. اكثر من 40 عمل؟ بدات يمكن شي 50 عمل. الله واحد علي، الله اعلم، ما نقدرش نحسبهم ما بين التلفزيون والمسرح. تبارك الله، يعني مسار حافل. ما نقدرش. ولكن عندي لك واحد السؤال على زهور، علاش دائما كيحصروك في بعض الادوار، مثلا الدور ديال الخادمه ولا الدور ديال المراه المقهوره، ولا علاش ديما يعني كاينه نمطيه في, في, في تقديم الادوار اللي كتعطي؟ وفي الحقيقه السؤال ما خصكش تطرحوا عليا انايا، تطرحوا على لي سيناريست ولا على المخرجين. انت ما كترفضيش؟ طبعاً الحال اللي كنعجبني ما كنرفضوش. اسماء الخمليشي، انت مشيتي في تقديم واحد النوع ديال الادوار وتعرفتي بالتقديم الادوار الجريئه، يعني وبعض الادوار اللي كيكونوا فيهم مشاهد ساخنه، يعني واش انا كنقول لك هذاك كذوب، هذا كذوب. هذا الشيء كانوا كيطرحوه عليا ملي كنت بديت في لا كارير ديالي، حيت الملحه والسكر هذه عندها 16 عام. الملحه والسكر ماشي عندك ادوار ساخره، ما كتقالش هذه الهضره هذه. كان عندي ادوار، ادوار مهمه زوينه اللي فيهم اللعب ماشي فيهم سخريه. واش هذا السؤال زعجك؟ لا لا ما زعجنيش، ولكن كنجاوبك سي رشيد. كتجاوبيني بحده. كتجاوبك ويا بخنزره. شو لا سليماني جابنا هنايا باش يورينا. كل وحده وشد فيها بشكل. لا انت هنايا الا وعندك حق الرد، حنا كنطرحوا اسئله. شكرا سي رشيد. انت بيان سور عندك حق الرد وانك تجاوبي وتوضحي للجمهور اللي يمكن واخد هذه النظره هذه على اسماء الخمليش. لا ما واخدينش هذه النظره عليا، انت اللي كتقولها. ناري ناري راه من الاحسن خصكم تصوروا الناس. عندي اكثر يد الناس الجمهور انتو كاملين كيهضروا معايا كيقولوا لي انت كتجينا كلاس وزوينه وحنينه. كاينه ولا ما كاينش؟ لالا زهور سليماني، في مسارك الفني جا واحد الوقت اللي وقفتي على التمثيل وهجرتي لاسبانيا. بصراحه لالا زهور، شنو السبب اللي خلاك تاخذي هذه الخطوه وانك تخبري شويه على الساحه الفنيه وتهاجري لاسبانيا؟ اولا انا كنحيي الجاليه المغربيه اللي خرج المغرب وعلى راسهم الناس ديال اسبانيا وبالخصوص الناس ديال غرناطه. ام بيشوم وي غراندي سي سيور بارا تودوس. قلت واحد الوقت، واحد الوقت قلنا تبدا المنازل راحة. وهي في الحقيقه ما كانتش عندي الفكره. انا مشيت كنصور فيلم في هولندا سميتو شوف شوف حبيبي. شوف شوف حبيبي بالاسبانيه. ميرا ميرا مي امور. ميرا ميرا مي امور، شوف شوف حبيبي. هي وشنو اللي خلاك تمشي اسبانيا؟ من بعد قلت انا غادي ندير غير واحد الدوره، عندي خوتي كيعيشوا في الاسبان، بلا ما نمشي ديريكت المغرب غادي نهبط لاسبان ومن بعد نمشي في حالاتي. كانت الدليل هو شي شهرين وانا في ديك اسبانيا وانا باليستي ديما مجموعه، ديما غنمشي في حالي. واحد الوقت سالت الفيزا وعيالات خوتي قالوا لي علاش صوبي الاوراق وسيري في حالك. صوبي الوراق ضربت فيها 13 عام. حرقتي؟ ما حرقت نيت. الصراحة ملي ما كتبقاش عندك الفيزا راه كتولي حارق. بقيتي تما حارقة؟ بقيت في غرناطة بالضبط، في مدينة غرناطة. بلا وراق؟ بلا وراق تقريبا عام.
سمعنا بانك من بعض المقربين قالوا لنا بانك دوزتي معاناه كبيره في اسبانيا. بطبيعه الحال حيت ما كاينش با وما كاينش خويا وما كاينش عمي، كتعول على راسك وكتعول على كتاف. وي حيت حنا خاطئين بعد مرات كيقول لك شي واحد مرحبا بك واجي عندي وكذا، ولكن راه واحد غير كتحط رجليك عندك 3 ايام اللي تبرع معاك شهر ومن بعد يقول لك خويا عول على راسك. هذه اوروبا. وهذا يعني ممثله معروفه دارت اون كارير كبيره ومن بعد مشات لاسبانيا باش تقلب على لقمه العيش. لا بطبيعه الحال مساله كي قلت لك كتقول تبدا المنازل راحه غادي نبدل ونشوف. ما بقاش عاجبك الميدان الفني؟ ما بقاش عاجبك، طالع لك الزعاف، ما كايناش الخدمه، كاين الى اخره. هذا راجع للمسؤولين الله يخلف عليهم، حيت خصهم يشوفوا هاد الفنانه. ما تنهضرش غير على راسي، كنهضر على جميع الفنانه بموسيقيين ديالو، بمغنيين ديالو، بممثلين، مخرجين، كل شيء. حيت هاد الشيء خصو يتقاد، خصو يتقاد، حيت الا ما تقادش ما بقات عنده معنى. في اسبانيا اشتغلتي بعض المهن؟ في بزاف ديال المهن. مثلا في ريستوران، في لي ريستوران اشتغلت كمربيه، اشتغلت بزاف ديال شنو كانت ردة الفعل ديال المهاجرين مثلا اللي كانوا كيعرفوك انت ممثله وكيلقاوك مثلا كتشتغلي في مطعم ولا اللي جميل في هذا في الاول لا بلوبار ديال الناس كنت كيسحب ليهم انا غير توريست وصافي. كيتلاقى معايا شي حد تبارك الله عليك كنت هنايا معنا مرحبا، شي كيعرض عليك، شي كيديك القهوه، شي كيقول لك اجي عندي للدار. ولكن ملي كطول المده كيفهموا بلي راك جالس كتولي معاهم مقيم وتمشي تعلم اللغه. خصك تعلم، انا اول حاجه تعلمت في هذيك اللغه الاسبانيه هي المعيور. حيت اول حاجه كيتعلموها هي المعيور. ياك. بعد مشيت قريت تقريبا واحد 6 شهور ولا 7 شهور والحمد لله تنهضر بها تنكتبها مزيان الحمد لله. اسماء الخمليشي، انت معروفه تبارك الله بالرشاقه ديالك وبزاف الرياضات اللي كتمارسيهم كما قلنا، ومن بين الرياضات اللي كتواظبي عليهم تقريبا كديريهم بشكل يومي هي اليوغا. شرحي لنا شويه هذه اليوغا. هذه اليوغا سي واحد هما حركات اللي كي يديروا الجسد مزيانين الجسد، ماشي غير رياضه، لان يمكن لك تلعب التنس وتدرك على يدك اليمنيه ودير اون تورس في الكود ولا في ليبول. اكثريه دايوغ عندهم مشاكل في ما في ليبول، مي اليوغا هي شي حاجه اللي كتعطيك واحد لا فورم وكتقاد لك لي زارتيكولاسيون ديالك. اون بلوس عندها واحد المفعول ديال روحي، ديال التنفس، كنتنفسوا فيه مزيان والتنفس هو مهم في اي حاجه. سي اون فيلوزوفي ديال الحياه. عمرك مارستي اليوغا لالا زهور؟ لا رشيد، شوف انا ما تحقرش عليا انا بهذا الشيء ديال اليوغا وداك الشيء مقنا دايره. لا هاشا لا تكرر ولا بلاتي. علاش الحكايه انت دابا ملي قلتي لي ها يعني راك عارفه اليوغا؟ اي لا كنعرفها كنعرف، ولكن انا ما عنديش هاد لا باسيونس ديال الكلاس نبقى دايره داك الشيء. شحال خصك ديرها تقريبا اسماء؟ شحال خصها تقريبا اسماء؟ يمكن بعض المرات ساعه. ايوا علاش اخويا ساعه وانت ديرها؟ لا ساعه وانت ديرها؟ لا ساعه وانت ديرها بنتمنى لا دق على شي حد ما كاينش اللي يحل. تبارك الله عليكم رشيد. والله الا زوين. شوف دابا واحد نسوق واحد القضيه. رشيد راه كل واحد واليوغا ديالو، راه هي هي انا هذه اليوغا ديالي مال ياك انت طلقت شويه ديال اليوغا. زاد شويه ديال اليوغا.
لا 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 هاد الحالة شدي ولدك عليا شدي شدي يا خالة. على ذكر هاد شدي ولدك سمعنا واحد القضيه شي حد كنتي قلتي ليه شدي ولدك عليا اسماء الخمليشي انا فايت سالخا شي واحد شي راجل وانت عندك 16 عام كاينه ولا ما كايناش كاينه ها لا ماشي سلختو تسل عليا ضربتيه عندنا اخبار يقين ايوا هو خارجه من لونترينمون واحد الولد في نفس لاج ديالي حتى هو ادوليسون كي تسل عليا وكيجبد ليا شعري بحال هكا وانا ندور وانا يعني ندير ليه داك التريك ديال ماشي داكشي اللي كديري ماشي داك الضربه هذيك هذيك بريز كوم سا طف طف وطاح الارض صافي صافي فاسيلمون لا 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 زهور كضحك يا ربي لا كنتي كدير داكشي ديالها قلتي لي انا قلتها لك لا لا زهور انت سمعنا وجاتنا معلومه حقيقيه بانك كنتي في الصغر مشاغبه لا انا مشاغبه دابا ولا في الصغر نتيف لا انا لا ماشي نتيف لا انا مشاغبه ولكن مشاغبه زوينه ماشي ماشي خايبه اش كاين مشاغبه زوينه سمعنا واحد القضيه بان لالا زهور كتغني مزيان العيطه ايه يا ناري عزيزه عليك العيطه لا لا سمح لي كتعجبك العيطه لا كتعجبني ها كتعجبني ولكن ما كنعرفش نغنيها دابا الا طلبنا منك تغني لنا شي حاجه ايه ديال ولكن عاقبلو على الصوت انا ماشي مغنيه او صح يلا اش تغني لنا لا لا زهور وانا غنشوف اش بغيتو جنية العلوه 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 لا 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 ها المعقول شتي اش قال خربوشه كاع لا بلاتي لا لا اسماء شنو تسمعنا فاش شي اكستري شي اغنيه كتعجبك اوكسيدونتال ولا اورينتال ولا مغربيه موسيقتي كازابلانكا الموسيقى ديالك شي حاجه اللي يتبعوك عليها دابا نجات عتابو واخا جوني مار واخا جوني مار يلا تصفيقه تهرى عليها بزاف اسماء الخمليشي وي سمعنا واحد القضيه كديرها اسماء بعض المرات كتم خارجه في الشارع
فاش كتوصل للغابه كتعنك الشجر. هاد القضيه هادي غريبه ما فهمناهاش علاش. حيت الشجر سيدي كاين فيه واحد لينيرجي سبيسيال. يا كدي ماشي ما فبركة صورة فري ديالك كتعنك الجر ما فهمتش شنو السبب زعما شنو حيت فيها واحد لينيرجي سبيسيال مع انايا عزيز عليا داكشي سيرتو ان الغابة لا ناتور والطبيعة والشجر شنو قلتي؟ سيرتو قلت لك ان الغابة نعمة بحال بحال الدار حرام تدير صوب النار الغابة نعمة لا بلاتي بلاتي ما سمعتش مزيان بلاتي بلاتي هذا وتحية للفنان عمر السيد سي رشيد ما سمعتش تسر ليا شنو كاين واحد الاشهار كان كيدوز كيدوز دائما في التلفازه خصوصا في رمضان كيدوز من رمضان هو اللي كيفتح لنا الشهيه في الفطور سميتو تبينو الغابه كشعل فيها العافيه نري الغابه نعمه بحالها بحال الدار حرام تضيع الله برافو لنفترض شي نهار خرجتي ولقيتي غدرك لقيتها ما كنسمع ما كنفهم شنو كتقول لي يا رشيد قال لي خرجتي ولقيتي ما لقيتيش الشجر لقيتي الدرق لقيتها الدرق 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 شنو هو الدرق؟ الدرق هو الصبار ها؟ شتي فين تنوض الهنديه؟ الدرق صافي عرفتو لو بالعيني قال لي الدرق باش انا نقلب عليها باش نسميها علاش؟ علاش؟ ما عندها علاقة. اسمع الخمليشي أنا بغيت نعطيك أمثال تكمليهم وأنت ترجميهم بالفرنسي. أمثال شعبية. صافي. وعرفتي الترجمة ديال الفرنسوي ما تكونش ديال حقيقية 100%. صعيب إكزاكتوم. موتامو بكلمة بكلمة. كلمة بكلمة. تخرج نمبورتوكوم. صافي. كملي ليا اللي ما عنده سيدو؟ لالا. بالفرنسي؟ كما عنده سيدو عنده لالا. Celui qui n'a pas son monsieur. Il a sa madame. المزوق من برا شخبارك من الداخل en français celui qui est coloré de l'extérieur comment va l'intérieur حزموني ورزموني لا تعولوش عليا ولا لا كادي ندير له حزموني ورزموني صعيبه هذه واعره واعره هذه واعره اسمع الخمليشي نعم قبيله كنت قلت لك واحد القضيه قلت لك راه اسماء انت كترجعي في هضرتك واش فيك هذه القضيه يعني تقدري تقولي واحد الحاجه وما ديريهاش من بعد نوعد شي واحد بشي حاجه وما نديرهاش ولا تقولي شي حاجه تقولي انني ما غنديرهاش وديريها من بعد ممكن ان الانسان ما هو غير انسان حتى واحد ما مكمول ولكن في الحوايج اللي مهمين راه كنحاول نكون دابا مؤخرا خرجتي اغنيه اللي سميتها كازابلانكا اييه ولكن قبل تقريبا شي 4 سنين كنتي في شي برنامج اذاعي وسولوك على هاد القضيه ديال الغنى نشوفوا التصريح ديالك شنو قلتي ونرجع كذاك نسمع اش قلتي يا اسماء هادشي دابا درتي بزاف د الحوايج من لي سيري لي فيلم درتي هاد ليميسيون في لا تيلي في الاول شنو غدوزي من بعد شنو كانت شنو غنتسناوك تجي لينا بشي حاجه اخرى بيتيت لو شون غتغني لا 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 با دي تو شوف عندي اون سول اونيك باسيون يعني واحد الموهبه واحد الحاجه اللي عزيزه عليا واللي كنعيش معاها هو التمثيل بوان فقط ما كتمثليش علينا دابا ما باغا ندير لا اخراج لا غنى لا حتى شي حاجه لا انتاج لا حتى شي حاجه من هذا الشيء انت رجعتي في هضرتك راشد خليني نفسر راني قلتها لك حتى قبيله وقلت لك انايا الا درت اليوغا ولا درت الموسيقى ولا درت لا شونسون ولا شي حاجه غير باش نديرها اون بلوس راني ممثله وما غاديش باغا ندير اون كارير لا شونسون يعني شي حاجه اون بلوس اللي غادي نديرها باش تساعدني على التمثيل وهذا الشيء اللي بغيت نقول ماشي الا غدا ولا بعد غدا عندي واحد الدور اللي خصني نغني خصني نعرف نغني اوكي كاين الناس اللي كيدخلوا عندنا الفيسبوك تيبغيو يتواصلوا مع الضيوف ديالهم عندنا بعض الاسئله ديال الفيسبوك بينكم تشوفوهم معنا وتجاوبوا عليهم منكم اللي فان متفقين واخا
شحال من عام شحال من عمليه تجميل وصلتي حتى لدابا؟ اسمع واه هي الكاميرا دير واحد الكغو بلون على وجهي باش تشوفوا عمليات التجميل. يلا سي سي المراه اللي درنا دير واحد الكغو بلون. واش فايت لك هادشي يمكن اللي قصدو؟ عمرني ما درت عمليه التجميل ولكن كندير لي فيتامين لي بتي تروك لي نورمال جباد اولا داك البوتوكس اللي كيخليك داير بحال هكا بحال الشينويه كتبان بحال الشينويه ما كتبقاش تحرك ما يمكنليش كيفاش غادي نديرو نخدمو الا بقاو العينين دايرينها. الله الله وصلنا لاخر فقره والجديد هذا العام في رشيد شو في هذا الموسم اننا عندنا 10 ديال التحديات 10 ديال التحديات كل حلقه نتوما وزهركم وغنشوفوا اليوم اشنو طاح في زهركم. يلا ركزي لا تركزي لا ركزي تينيس لا انت هذه ديالك ديالك هذه. اليوم عندنا واحد تحدي هو صراحه كيجمع ما بين التركيز والخوف. اها خاصكم تغني واحد الاغنيه ونشوف شكون اللي يقدر يدير فيكم التحدي. تغني واحد الاغنيه ولكن عندكم واحد لوبستاكل واحد الصعوبه. شنو هي اللي هي نتوما كتغنيو ياك بحال دابا تكوني كتغني مثلا لا زهور تكون كتغني ياك ولاش بانت لك على لك زهور نوض نوض اسنا نوض كتشكرك مثلا لاله زهور واش تقدري انت كتشدو بيديك واش تقدري لا 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 رشيد لا لا انا سولتك لا لا صح صح لا 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 تقول ابدا جلسي وتفضل نو 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 لا 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 عطيك السر رشيد اي حاجه بغيتي الا هادشي انت غتقدري هي اسمع خلي شي اسمع مستعده ديري التحدي سي نوضي اسماء نوضي واحد المراه واحد المراه رياضيه واحد المراه كديري داكشي ديالها داكشي ديال اليوم هادي ما فيهاش الرياضه رشيد لا رشيد لا 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 انا مزوقه رشيد نانا والله العظيم انا اسماء مورايا تفضلت ديالها مزوقه اوه كرام شحال غزال اوه يا بوزي ولينا دابا التحدي ديالك اسماء هو غنديريه فوق عنقك لا لا صعيبه والله لا صعيبه لا حاولي لا لا صعيبه هادشي ولا بلاتي خوفتيني لا الا هادشي قريض شي حاجه بحال لا داكشي ديال هكا لا لا ابدا خلي عليك الراجل ترونكيل واش بغيتي واش التحدي قادرين نديروه ولا ما قادرينش نديروه شنو هو التحدي ممكن ديريه واش بغيتو دير التحدي ولا لا؟ اه كتصفقي جيتي كتصفقي انت دير هذاك الشيء وانا قبيله كتزقد بغا دير تحطو هنا ولكن انت غير تحاولي تغني دابا ما بغا دير نشوفو واش تقدري تركزي في الغنى ديالك انا نعاونك والله يلاه تفقات على اسماء يعطيك الخير نعاون الله يعطيك الخير والله العظيم اه اسفوا لي ها واخا جوني مار دير جوني مار جوني مار جوني مار تفقات على اسماء تفضلي فين نمشي؟ هنا نبقى هنا؟ ايه وفين هو الميكرو؟ تفيقات الاسماء الله يا اختي الله لا لا تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم والله الا برافو عليك
تبارك الله عليكم. تحدي ماشي سهل. انا كنشوف فيه يا اختي كنشوف الراجل طالع. شوفي لا لا ما يمكنش. ماشي سهل. اسمع دير خصك ديري لا 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 احترمي راسك اسمع خلينا صحاب. لا والله لا خلينا صحاب مزيانين مع بعضياتنا. انا غنمشي نجيب دابا لا والله تتخلي مزيان الهضره اللي زاد احترمي راسك. لا ابدا لا 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 ابدا هادشي لا. تبارك الله عليكم. شي قريد ولا شي حاجه ما كاين باس. لاله زهور كنت فرحان انني نستقبلكم في هذه الحلقه في الموسم الرابع. شكرا لكم شكرا على العفويه ديالكم وتحية كبيرة لكم. قبل ما نختموا الحلقة نخلي لكم كلمة قدام الجمهور شنو ممكن نقولوا. باش كنقول لكم تبارك الله عليكم تبارك الله على ليميسيون ديالكم وعلى الجمهور. الجمهور ديالكم اونيك ليكيب كلها والأكثرية سي تبارك الله عليك انت وليكيب ديالك. شكرا شكرا رشيد شكرا على الاستضافة كيشرفني أنني نكون حاضرة معكم. شكرا للعازفين تبارك الله. شكرا لهذا الجمهور الجميل والله شكرا لكم. شكرا بزاف على الحضور. شكرا للطاقم التقني كامل. شكرا للمخرج تحياتنا وشكرا للناس اللي كيشوفونا وكنتمنى رشيد ان شاء الله طول العمر والصحه والمزيد من من العطاء و العام الجاي ان شاء الله لحينا ليه الله ان شاء الله. شكرا جمهورنا كنشكركم انتما وتبارك الله عليكم. والناس اللي كيشاهدونا كنضرب لكم موعد الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.